لقيت لك الحل. اسمع، انت تكتب على غزيل عقد صوري كذا، بعد شهر شهرين تطلقها وكذا حلت المشكله. وش المشكله اللي لقيتوا لي حل؟ المشكله ابوه الولد وبس. هذا اللي همكم، انك تدور حل ابوته يا اخوي. خله يعيش مثل اي لقطه، لا له ام ولا ابو. بس هي تقول انك انت ابوه. هذه مشكلتها يا ابوي، هذه مشكلتها، هي مشكلتي. لا ومشكله كانت بعد، ناويه تروح تشتكي للشرطه. خالها تشتكي على الشرطه؟ خالها تشتكي على الشرطه؟ هي اشتكت عليك انت ولا على امك ولا على اخوك محمد؟ هي مشتكيتني انا يا اخوي. خالها تشتكي علي. اطلعوا انتم بس من السالفه، اطلعوا من السالفه وفكوني وانا اتصرف مشكلتي. السالفه مين بالحالك انت وبس؟ السالفه انك ولدنا، ولد الطيان، ولا ناسي؟ ولد حموله لها تاريخ اصل وفصل. اقول والله ما حد جاب خبرك، لا انت ولا حمودك. يا اخي اسمع، امي عندها حل. امي تقول نقول انك انت مسحور، واللي ساحرتك ام غزيل حاطه السحر حدر حدره الباب، جا المطر وطلع وانفك السحر. يوم انفك السحر صحيت انت وطلقتها. اقول الشرع مو عليك، الشرع على اللي واحد واقف ويسمع كلام سخيف مثل هذا. لا ومحمد وش يقول؟ محمد يقول ابى اجيب المطاوعه في السطح يجلدونه لين ما تعترف. والله الشرها ما هي على امي ولا على محمد، الشرها والله عليك انت يا القانوني يا خريج مصر. هذه اخرتها تردد مثل هالكلام؟ حموله وسحر ومطاوعة، ايش خليت انت للناس الجهالة؟ ايش خليت لهم؟ غزيل هذه تاركة بابها سرداحي مرداحي، الداخل والظاهر. ويوسف ولد اخوك يا الحبيب مستدرجته وقالت له تعال تبي تغويه،